السياسات مجال السياسات الوطنية، وكذلك لقد تم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إنجاز أكثر من 7400 مشروع بقيمة إجمالية تقدر بأربعة فتاح ديال المجلس المستشاري على المحيط ديال المكونات ديالو هو شيء طبيعي، بحيث انه حاضن للنقاش العمومي، حاضن للمساله الجهويه من خلال المنتدى الذي ينظمه كل سنه واللي اصبح مؤسسا هو منتدى خاص بالجهات، بحيث انه اصبح برلمانا للجهات، خصوصا ان التشريع الخاص بالجهات يمر بالصداره ويوضع بالصداره في مجلس المستشارين، وهذا هو التكامل والتوازن الذي تكلمت عنه من خلال مضامين الدستور. وبالتالي اليوم هو يوم تقييمي فيما يخص يعني ممارسة الجهات لاختصاصاتها والمسائل المشاكل والقضايا المتعلقة بتنزيل هذه الاختصاصات على أرض الواقع، المسائل المتعلقة بالتمويل، مسائل المتعلقة بالتكوين، مسائل المتعلقة بالصدارة، المسائل المتعلقة بالتفريع، يعني جميع القضايا التي يعاني منها المنتخبون المحليون، وبالتالي إنتاج توصيات من هذه اللقاءات وتحويلها إلى مبادرات تشريعية حتى يتم الرصف والاستواء مع طبعا ما نتوق إليه جميعا من أجل جعل الجهوية المتقدمة ورشا ملكيا أساسيا مهيكلا بامتياز. أن يتكلم بالنجاح وأن نخرج بتوصيات. أنا عندي واحد توصية اللي غادي نقولها للسيد نائب الرئيس ديال الملغى. كما تتعرفوا جهة بني مدى الخنيفرة جهة جبلية وقروية بتميز، رغم أننا كاينين أقاليم كبيرة ولكن مازال ما لقاوش الأقاليم ديالنا لمصاف الأقاليم الكبرى كالدار البيضاء كمراكش كأكادير كطنجة. اليوم تنتمناو أن هذا اللقاء يتكلل بالنجاح وتخرج منه توصيات اللي تعود بالنفع على الجهة ديالنا، توصيات اللي يعتمدوا عليها السادة المستشارين لبلورة قوانين أو مقترح قوانين اللي تعيد شوية ديال الكرامة للناس ديال الجبل والناس ديال المناطق القروية. قطاع التعمير اليوم أنا الأوان، واليوم هذا أمر محتوم وأمر مستعجل لصياغة قانون الجبال اللي تكون فيه مقترحات قوانين اللي تتهم المناطق القروية والجبل. لا يعقل اليوم أن واحد غادي يبني دار في كاليفورنيا غادي كما تيبني في كاليفورنيا غادي تنزيل ديال جميع القوانين، بحال واحد غادي يبني في بيت بوكماز ولا في زاوية الحنصل. ساكنة الجبال وساكنة المناطق القروية بجا يعانون الويلات، ربما دار مجهود، دائما تنقول دار مجهود، ولكن غير كافي لإنصاف هذوك الناس ديال المناطق. وأنتم صحفيين وتديروا جولات في المناطق القروية وتتعرفوا المعاناة اللي تمروا منها. ميزانية الجهة ميزانية جد ضعيفة، ما يمكن ليهاش أنها تغطي جميع هذه المناطق، ولكن تنديروا مجهود. نحن بصدد إبرام مجموعة ديال الاتفاقيات مع مجموعة ديال القطاعات لتغطية هذه المناطق وفك العزلة. اليوم الشعار ديالنا هو فك العزلة على المناطق القروية والجبلية. هذا المواطن اللي في الجبل لازم أنه يفيق الصباح يلقى طريق مقادة، لازم يكون عنده الضوء في الدار، لازم يكون عنده الماء. هذا سي أدنى وسائل العيش لازم يتوفر على كل مغربي، سواء في الصحراء، سواء في الجبل، سواء في الدير. السياسات مجال السياسات الوطنية وكذلك تم تنظيم هذه الندوة الموضوعاتية بشراكة بين مجلس المستشارين وجهة بني مدى الخنيفرة في إطار الاستعداد ديال مجلس المستشارين لتنظيم منتدى الجهات في نسخته الرابعة، والذي سينظم هذه السنة في غضون منتصف شهر يوليوز القادم إن شاء الله. الأهمية ديال الموضوع تسمح بمقاربة الإشكالات والإكراهات التي تحد من السياسات العمومية في تحقيق تنمية مستدامة بالنسبة للمناطق القروية والمناطق الجبلية. نحن استمعنا في إطار حوار مباشر مع منتخبين بمختلف فئاتهم
في هذه الجهة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين، وكان حوار صريح وبناء حول هذه الإكراهات والإشكالات التي تواجهها تنمية المناطق القروية والجبلية بالخصوص. وكانت هناك اقتراحات مهمة سنشتغل عليها جميعا في إطار ممارستنا لوظائفنا الدستورية بمجلس المستشارين، والاشتغال عليها كذلك في المنتدى ديال الجهات من أجل بلورة توصيات حقيقية يعني تمكن من الوصول إلى هذه التنمية المستدامة وطويلة الأمد، حتى تصل هذه المناطق سواء القروية أو الجبلية إلى المستوى ديال التنمية في المناطق الأخرى. برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدارجة للجانب الداخلي الممول من طرف الحكومة الأمريكية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.